ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر علينا جميعاً. أنت كمستأجر ونحن كمالكون، يجب أن يكون هدفنا المشترك هو توفير الطاقة وخفض التكاليف. غالباً ما يكون للتغيرات الصغيرة تأثير كبير. مع نصائحنا يمكنك تقليل استهلاكك للطاقة، توفير المال وحماية البيئة. لا تستخدم وضع الاستعداد Stand by Modus. قم دائماً بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية. تساعد المؤقتات في توفير الطاقة. استخدم مصابيح الليد في جميع المصابيح. ضبط درجة حرارة الغرفة مهم جداً في غرفة المعيشة، غرفة الأطفال، المطبخ وغرفة النوم. درجة الحرارة المثالية هي بين 19 و 21. عندما تكون بعيداً أو حتى في الليل، قد يكون من المنطقي خفض درجة الحرارة بمقدار 3 درجات باستخدام منظم الحرارة. تأكد من أن الأثاث والستائر بعيدون بدرجة كافية عن المشعات. هذه هي الطريقة الوحيدة لتوزيع الهواء الدافئ في الغرفة. يمكنك أيضاً التوفير في الماء الساخن. استخدم الدش بدلاً من حوض الاستحمام. قلل عدد درجات الماء الساخن، سيؤدي ذلك إلى خفض تكاليف الطاقة لديك. وبالطبع كلما كان الاستحمام أقصر ستوفر المزيد من الطاقة والمال. هناك الكثير من احتمال التوفير عندما يتعلق الأمر بالغسيل. استخدم كرات الغسيل والوضع الاقتصادي إيكو مادس وقم بتجفيف الغسيل في الهواء الطلق. باستخدام الغلاية يمكنك تسخين المياه بنسبة تصل إلى 30% أقل من الطاقة. عند الطهي تأكد من أن القدر هو بالضبط بحجم الموقد، والطبخ دائما بغطاء. تجنب التسخين المسبق للفرن إن أمكن. استخدم إعداد الحمل الحراري أوملوفت بقدر الإمكان. بالنسبة للثلاجة توفر كل درجة حرارة دافئة حوالي 6% من الكهرباء. من حيث المبدأ فإن درجة حرارة الثلاجة التي تبلغ 7 درجات كافية تماماً. قم بتشغيل جلاية الصحون فقط عندما تكون ممتلئة تماماً. يوفر الوضع الاقتصادي إيكو مودوس أيضاً الكثير من الطاقة في جلاية الصحون. كما ترى نصائح صغيرة لها تأثير كبير. جرب، ساعدنا. Albau, mein Zuhause in Essen.